جزورا 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 جا 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 جزورا جا 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 جزورا من بيضاء أقبل مكتملا فرآه الأطفال سرورا جا 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 جزورا يمشي فرحا ينشر مرحا ويدوس الوغد الشريرا وسيكون نارا من فمه لكن بنظرته نورا جا 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 جزورا يا عجبا يأكل فولادا وحديدا ويعب بحورا ويطير إلى أعلى جبل أو يهوي في القاع حقيرا لكن الحقنة تفزعه فيطير ويركض مذعورا جا 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 جزورا جا 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 جزورا الوحش غرغور تفضل الجريدة شكرا عفوا جعجورة انتبه لما يصدر عنك من الفاظ اعطني الجريدة وإذا جعجورة ايها الغبي صباح الخير سيد عمور صباح الخير يا سيدي صباح الخير سيدي سيارتك الجديدة رائعة ولو أنها غالية إلا أنني أردتها سيارة قوية إنها سيارة مستعملة يا زورة أنا آسف يا سيدي أرجوك لا تغضب أعرف إنها سيارة مستعملة أنت محق لقد تعكر مزاجي سأذهب لا تتأخر يا عمور ما هذا؟ جزورة لماذا تقف هكذا؟ هذه مهمتك إنها سيارة مستعملة وهذه أيضا جزورة لما أنت فظ هكذا؟ ألا تعرف معنى للمجاملة؟ إلى اللقاء ها؟ ماذا هناك يا جزورة؟ يا يوسوسو كيف كان جمع القواقع؟ رأيت منها الكثير جئنا لك ببعضها صحيح هذه لك شكرا هذه تسمى قنديل البحر إن له جسم صغير في الوسط مرحبا بكم من أنت؟ أنا سمكة مزعجة إنني أحييكم من كل قلبي ماذا تقول؟ مرحبا جميعا مرحبا يا سيدي الصغير ويا سيدتي الصغيرة أعرف أنكما ذكيان ولطيفان بل أنا سعيد بأنكما أمسكتما بي الواقع أنني سئمت حياة البحر وحب الأرض أكثر مرحبا أنت سيدة صغيرة وجميلة دعيني أعمل عنك هل هذا بيتكم؟ سأبقى هنا لبعض الوقت نعم ماذا حصل للماء؟ انقطعت المياه وصلت سيارة المياه قفوا صفاً واحداً هيا قفوا علينا الانتظار لفترة قبل أن يلحقنا الدور ما رأيك في ذلك؟ دع الأمر لي أليس هناك من علاج لمشكلة نقص المياه؟ إنها مشكلة كبيرة بالفعل هل أمطار هذه السنة شحيحة والخزانات تكاد تفرغ؟ نعم ما هذا؟ علينا الاحتمال لبعض الوقت اهدأوا اهدأوا أرجوكم اهدأوا اهدأوا جميعا ما هذا؟ هناك فوضى في الطرف الآخر يا جزورة صحيح لا يمكن هذا لا يطاق النساء هنا سريعات الغضب كيف ذلك؟ لا أعرف ألم يسخن بعد يا غرغور أخبرني على وشك أن يسخن أصبر قليلا يا جزورة هل عاد يويو وسوسو من البحر يا عزيزتي؟ لا
نعم، وقد جاءوا بهدية غريبة، وحش بحري. صحيح؟ وحش؟ يكفينا جزورة. اسمه غرغور. حسنا، سارميه خارج المنزل. هل أنت غرغور؟ وهل أنت رب هذا البيت؟ نعم، من الواضح أنك رجل قوي. الحمام معدة الآن، تفضل تنشف وارحى أعصابك. هيا، لقد فوت الفرصة. مرحبا، حماما هنيئا، سأغسل لك ظهرك. حسنا. يا سيدي، ما رأيك؟ نعم يا سيدي، لك جسم رياضي وملامح رأسك تدل على عبقرية، تستحق الترقية يا سيدي. أشكرك. ترى هل سيرحل هذا الغرغور؟ هل طلبت منه الرحيل؟ الواقع ألم تفعل؟ لا، لا تتقاتلوا، فالسلام في العالم يعتمد على هدوء البيوت. أرجوكم كفوا. انظروا رقصي يثير الضحك والشجون معا. من هذا؟ سأروي لكم قصة طريفة. انهض يا جزورة، انهض. أنا نائم. ليس هذا وقت النوم، إنك مكروه من قبل العديدين. حقا؟ جدا، أنت فظ وثقيل الظل، كما أنك كسول، وهذا يجعلك مكروها من قبل الرجال، لأنك مؤيد من قبل العائلة، فإن عليك العمل قدر الإمكان لإظهار الامتنان لهم. وما العمل؟ نظف القاعة جيدا، الكل نائم، فاشتغل بهدوء. بعد ذلك اقطع الأخشاب نظرا لانقطاع الغاز. أنا ناعس للغاية. لقد نمت جيدا. اسمع يا عمور، انظر، الساحة، القاعة كلها نظيفة. ماذا؟ ماذا تقولين؟ لابد أن غرغورا قام بذلك. أنا معجب به. نعم، إنه مفيد جدا. لقد قمت بالعمل بهمة ونشاط وحيوية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. عليكم أن تعمل بجد. جزورة أبلغني بأنكما مقصران في المدرسة وقد ترسبان في هذا العام. نعم، هو قال ذلك؟ كيف يقول هذا؟ انتبه لنفسك، ما زلت أقول بأنك من الرجال المؤثرين، مع أن جزورة أكد لي بأنك دائم التعرض لتعنيف الرئيس، وأنك لن تترقى أبدا أبدا. ماذا؟ هل قال ذلك حقا؟ ما أجملك يا سيدتي جزورة، ليقدر عطفك وحنانك. ماذا ده جزورة؟ جزورة قال لي بأن وجهك مليء بالتجاعيد، وأنه لا فائدة من علاجك، هكذا قال. ها؟ كيف يجرؤ؟ تبدون مزعجين، هل قلت ما يزعج؟ حسناً، هذا الجراج كثير عليهم، لابد أنها خردة. هل تستطيع السير بالفعل؟ يا إلهي، حوادث السيارات في تصاعد مبين. مرحبا، أنا محصل فواتير الغاز، هل من أحد هنا؟ ألا تعتقد بأن ما قاله جازورة فظيع؟ سأريه عندما أعود إلى البيت. سوسو، يويو، أبي، عدتما مبكرين؟ وأنت أيضا يا أبي. هذا صحيح، سأنال من جازورة. ماذا؟ أنت كذلك؟ هل هذا هو بيتي؟ عزيزي عمور، ما الذي حصل؟ السيارة، سيارتك يا عمور، سيارتك اصطدمت بالمنزل. سيارتي؟ فهمت. إنه جزارة. قد أحتمل كلامك الجارح بحق، ولكن انظر ما الذي فعلت.
لم أفعل شيئاً. جزورة، لما تخطئ عليك الاعتذار؟ أرجوك اسمعيني يا سوسو، لم أفعل مثل هذا الأمر. كلا. جزورة أخرج من بيتي. ماك يا جزورة. أنا مسرور لرحيل جازورة. غرغور دلك لي ظهري. اذهب يا زهير. تفضل الحليب يا غرغور. ومن أشرب مثل هذا الشيء الفظيع؟ ما بك يا أمي؟ وأنتم أيضا، أفضل لكم أن تسمعوا الكلام يا أخبياء، أفهمتم؟ لقد تغير. أنا وحش مجرم متخفٍ بزي قنديل البحر وتجول في العالم، سأبقى هنا لفترة حتى أجد المكان المناسب، أسمعت؟ أنا سيد هذا المنزل، اذهب وجهز الحمام فوراً. أيوه. لا تقاطعوني. ماما. لو أن جزورة معنا الآن. ما بك؟ جزورة أنا سعيد بعودتك. عدت أيها الوحش الغبي. أيها المجرم، لقد خدعتنا جميعاً. تعال إلى هنا، تعال تعال. لقد تحول إلى قنديل بحر. أنا آسف يا جزورة، غرغور هو المذنب منذ البداية. قبلت اعتذاركما. صباح الخير يا سيد عمور، عندي وحش في بيتي ويقوم بخدمتي خير قيام، أعتقد أنه أفضل من جزورة. غرغور. مرحبا أيها الفقراء، أرأيت عليك أن تكون منافقا لتعيش مع الناس. عليك باحترامه. سعيد بلقائك. لا داعي لهذه الرسميات، سيقع في المشاكل عاجلا أو آجلا. نعم هكذا أنا أرى. سألقنك درسا. طيار من الدرجة الأولى. أود لو أحلقك الطائرة. يويو جاء دوري الآن، أرجوك. كلا، أنا الذي صنعتها. مرة واحدة أرجوك، سأخبر الوالدة عن تصرفاتك. تبا. حسنا، مرة واحدة فقط سأفعل. هيا. لقد أخطأ. يا لك من سخيف، لا يمكنك تطييرها. هذا صعب. ما تزال تطير حتى الآن. رائعة. قررت أن أكون طيارا وحالقة في السماء. وأنا كذلك. أنت أيضا؟ سأكون طيارا وأحلق في السماء. أنت تصبح طيارا؟ لا تجعلني أضحك. سأفعل، سأصنع طائرتي الخاصة وأطير. طائرة خاصة؟ هل رأيت حزامي يا يويو؟ لم أره يا أمي. هل رأيت مروحتي يا عزيزتي؟ لا. إنها خطرة. أشبه ذلك الغراب، ولكني مصر على الطيران. لقد أخطأت. لن أستسلم. ما الذي ستفعله الآن؟ سأكون أكثر حذراً هذه المرة، وسترون ماذا سأفعل.
وخذوا هذا وأيضا هذا وهذه أيضا وهذه أحتاجها. هذه المرة أفضل بكثير. لا أحد يتعلم بدون تجربة. حسناً سأحاول. استعداد. لا تتكلم. يا إلهي، محاولاتي كلها باءت بالفشل يا لالا. نعم، لست مجروحا بالمرة. قلبي هو المجروح. الأسهل أن تركب الطائرات الفعلية من أن تصنعها. انظر إلى هذا الإعلان. سأنضم إلى المدرسة الإعدادية للطيارين. ماذا؟ ستنضم إلى مدرسة الطيارين؟ سأغيب لفترة التدريب فقط. هل أنت مجنون؟ من الذي سيسمح لك بذلك؟ لن تفلح أبداً. سأثبت لك ذلك يا يويو. لا أعتقد أنهم سيسمحون له بدخول مدرسة الطيران. ماذا؟ تريد أن تكون تلميذاً؟ نعم. مضحك فعلاً. الأمر يتعلق بالنجاح في امتحان صعب. أتسمع هذا؟ سيكون صعباً جداً. عد إلى بيتك. لابد من تعلم الطيران. ما الذي تفعلونه؟ سيدي، هذا جزار يريد أن ينضم إلى المدرسة. نعم بالطبع، صحيح. حسناً، لا مانع عندي. هذا سيكون دعاية جيدة للمدرسة. فجازورا شخصية معروفة الآن. حسناً يا جازورا، سنقبلك في المدرسة. أنت شخص متفهم جداً. سعيد منك. ولأن الطيار يجب أن يكون لائق الجسم، فسنقوم بتدريبات رياضية في البداية. حسناً سأجرب. حسناً، هيا بنا بسرعة. هذا دوري. المظلة صغيرة جداً. جميل. سأطير اليوم، سأتفقد الطيارة أولا. جزورة. لا لا، أنت هنا. ما الذي تفعله يا جزورة؟ سأتفقد الطيارة. لقد مللت. Thank you.
انتهيت؟ حسناً. إني أطير فعلاً، ما العمل الآن؟ أستطيع أن تهبط. لا أقدر للطعام. لا أستطيع أكلها بلا ملعقة. لا أستطيع الرؤية. سأهبط مهما كلف الأمر. وأخيرا هبطت. لا مكان لك بيننا، انظر ماذا فعلت بنا، انظر. أنا طيار. كل فشل هو خطوة للنجاح. مستحيل، هذه آخر طراز لدينا. سأركب سأركب. سأتدرب على هذه الطائرة. لا يا جزورة، إلا هذه الطائرة، أرجوك يا جزورة. بل سأركب. سيدي، لا خيار أمامنا سوى هذه. جزورة، لقد تخرجت. ماذا تخرجت؟ لا داعي لمزيد من التدريب، فأنت الآن طيار من الدرجة الأولى. مبارك يا جزورة. هل ستعطونني دبلوم الطيران؟ بالطبع. الآن عرفتم قيمتي. الواقع يا سيدي، نحن كذلك. هل هذا صحيح؟ ليس أنت يا سخيف، أسكت. وهذه هي الشهادة. ها؟ وهذه هي الشهادة الحقيقية؟ رائع، أهنئك يا جزورة. إذن فأنا موهوب. إنه يستحق الاحترام. سأريها للوالد. جزورة أصبح طيارا؟ لا أصدق هذا أبداً.